انا نينو، دي قناتي، لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصل لكل جديد من فيديوهاتي. النهارده نعمل مع بعض البوتيفور بتاع العيد، كل سنه وانتم طيبين. هنعمله بطريقه سهله جدا مبسطه جدا، هيطلع شكله حلو وطعمه حلو ولذيذ جدا وخفيف، ومن اسهل الطرق اللي هتستخدميها. وكمان ولا هنفصل بياض بيضه ولا صفار بيضه، هنستخدم النهارده طريقه سهله جدا هتطلع معانا البوتيفور ناجح 100%. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقه بتاعت النهارده بتاعت البوتيفور بتاعنا. تعالوا النهارده نحضر مع بعض البوتيفور بطريقه سهله جدا واقتصاديه برضو لحد ما. يعني عندي هنا ده كيلو من الدقيق متعدد الاغراض، هنا كيلو الدقيق ده عامل معايا 8 كوبايات من الدقيق، نخلهم كويس جدا لو عايزه بالكوبايه 8 كوبايات دقيق. عندي هنا دول 3 بيض، ولا فاصله بيض ولا فاصله صفار، الثلاثه زي ما هم، بس 3 بيضات حجمهم كبير ما يكونش حجمهم صغير، طبعا بيض يعني فانيليا. عندي هنا دول 3 كوبايات من الزبده، الزبده درجه حراره الاوضه عادي، المكان بتاعك عادي، تمام. 3 كوبايات، نفس الكوبايه اللي مستخدماها في معيار الدقيق هي نفس الكوبايه اللي مستخدماها بالزبده، مستخدمه 3 كوبايات. هنعمله بالزبده مش هنعمله بالسمنه، عايز تعمليه بالسمنه مفيش مشكله، بس هو بالزبده هيبقى افضل. عندي هنا كمان دول كوبايتين من السكر البودره، معاكي من كوبايه ونص الكوبايتين اقصى حاجه، ما تزوديش عن كوبايتين من السكر، هو المظبوط ان كل نص كيلو دقيق بياخد معاكي كوبايه سكر بودره، يعني بمعدل ان لو كوبايتين دقيق هياخدوا معاكي نص كوبايه، 4 كوبايات هياخدوا كوبايه، 6 كوبايات كوبايه ونص، 8 كوبايات هياخدوا معاكي كوبايتين من سكر البودره. ده انا عاملاه في البيت، وكمان نخليه لازم تنخليه كويس جدا قبل ما تشتغلي بيه. يلا بينا نخش بقى على الشغل على طول. هجيب بوله وانزل بالثلاث كوبايات الزبده بالشكل ده كده، عندك مضرب كهربي اضربي بيه، ما عندكيش استخدمي المضرب السلك، استخدمي ايدك مفيش اي مشكله، عندك عجان تشتغلي بيه. زمان كانوا بيشتغلوا بايديهم، كانوا بيبدأوا ان هم يلفوا بايديهم لحد ما يفكوا الزبده. هنا يا دوبك فكيت الزبده كده بالشكل ده، هنزل بايه؟ هنزل بالسكر البودره عليها. هنا ما ينفعش في الوصفه دي سكر عادي، لازم سكر يكون بودره. ببدا ان انا اضرب المقادير دي كلها مع بعض، السكر مع الزبده كويس جدا لحد ما يفكوا معايا خالص. زي ما انتوا شايفين فضلت اضرب كده لحد ما الزبده بتاعتي افتحت لونها، افتح معايا بقت داخله على اللون الابيض كده، هضرب فيها تاني، انا عايزاها تفتح معايا، كل ما تفتح كل ما يبقى افضل. في المرحله دي بعد ما وصل القوام بقى كريمي كده وفتحت معايا، احاول انزل ببيضه بيضه بالشكل ده كده، مش هنزل بثلاث بيضات مره واحده، بيضه بيضه وافضل اضرب لحد ما البيضه تختفي. بعد ما البيضه الاولانيه اختفت هنزل بالبيضه الثانيه بالشكل ده كده، واضربها برضو لحد ما تختفي خالص. كده ضربت البيضتين، فاضل عندي بيضة واحدة هنزل بيها بقى البيضة الثالثة ودي الاخيرة. طبعا هنا لازم انزل بقى بالفانيليا عشان دي اخر بيضة، فهنزل بقى بالفانيليا، يا اما 3 باكت فانيليا يا اما حوالي ربع معلقة من الفانيليا صغيرة، وابدا ان انا اضرب كويس جدا لحد ما ادمج كل بقى المكونات مع بعض والبيضه دي تختفي خالص. زي ما انتم شايفين كده ضربت كويس جدا، كل ما تضربي كويس جدا كل ما البيتفور يطلع قوامه حلو معاكي ويطلع عالي معاكي، هو معتمد على الضرب، لان احنا هنا مش هنضيف ولا بيكنج باودر ولا اي مواد رافعه، هو معتمد على البيض والضرب كويس جدا. بصوا عامل ازاي، عامل زي الكريم جانتيه، وبصوا لونه بقى فاتح ازاي، هو ده اللي انا محتاجاه. هبدا ان انا انزل بالدقيق هنا تدريجي، هنا الدقيق عندي مش مضاف عليه اي حاجه، الرشه من الملح فقط لا غير، مش حاطه لا باودر ولا حتى اي حاجه، بنزل كده بالدقيق تدريجي لان نوع الدقيق بيختلف، ممكن يمتص السوائل وممكن لا. فابدا ان انا اعجن، بلم في البيتيفور، انا بلم زي البسكوت مش بعجن، يا دوبك ان انا لم الدقيق مع المواد السائله دي بس. اول ما الاقي ان الدقيق بيدخل كده وبدا ان هو يختفي بكمل، بانزل بكميه تانية من الدقيق، ببدا هنا استخدم ايديا عشان احس بملمس الدقيق عشان ما يخدعنيش، ببدا ان استخدم ايدي بالشكل ده كده.
في المرحلة دي ضفت شوية من الدقيق تاني، وبدأت ان انا اقسم العجينة نصين وهي لسه كده ما مسكتش كويس، عشان لما احط على النص التاني كاكاوة ما يبقى دقيقه كتير فالكاكاوة تبقى مش مظبوطة معايا. هنا قسمت العجينة نصين عشان اعمل نصها ابيض ونصها بالكاكاو. هنا على الجزء ده هرجع بقى اضيف تاني كده الدقيق بتاعي على الجزء اللي احنا سايبينه الابيض ده، انا عايزة فانيليا، يبقى انا ابدأ ان انا اضيف دقيق لحد ما يمسك معايا ويبقى قوامه متماسك معايا، عشان كده بقيت انزل بالدقيق تدريجي، لان احنا كمان لو نحط كاكاو فهيفرق في الملمس، الكاكاو كمان بتنشف فانا مش عايزه اضيف اي سوائل اهو كده. الفانيليا بقت جاهزه عندي، بصوا ده الملمس اللي انا محتاجاه اللي هو هنا. هيجي على العجينه الثانيه، بصوا طريه ازاي، ده لو انت عايزاها تنزل معاكي من الكيسه ممكن تسيبيها بالقوام ده اللي هو الطري ده اللي هي لسه فيها تلزيقه، ما تزوديش دقيق تاني تمام. انما لو عايزاها تنزل من المكنه فتبداي ان انت تزودي معلقه دقيق. هنا هنزل هنا بمعلقه ونص من الكاكاو الخام مليانين بالشكل ده، وابدا ان انا اعجنهم بقى مع ده مع الخليط اللي هو ده اللي احنا هنعمله بالشوكولاته. اتبقى عندي حوالي 3 معالق من الدقيق، ممكن ما احتاجهمش لو العجينه دي انا عايزاها كده للمكنه سوري للكيسه هسيبها كده بتلزق، لو عايزاها للمكنه هخليها ان هي ما تلزقش معايا زي العجينه الثانيه. هنا العجينه دي بقت جاهزه عندي، عايز اقول لك ان العجينه دي تنفع تنزل من المكنه وينفع تنزل من الكيسه، لان بصوا طريه زي، انا ما زودتلهاش دقيق تاني، يا دوبك عجنتها بشويه كاكاو. عايزه اقول لكم انا زودت كمان نص معلقه كاكاو لان لقيتها فاتحه فزودتها نص معلقه، فالاجمالي كده معلقتين. فالعجينه دي تمشي هنا معايا مكنه وتمشي معايا كيسه، يعني مفيش اي مشكله. اما العجينه دي فناشفه شويه، دي تمشي معايا مكنه عشان انا نشفتها شويه، لو انا عايزه امشيها كيسه هتقللي معلقه من الدقيق يا اما تزودي معلقه من اللبن تمام، لو عايزاها اطرى من كده، مع ان هي برده قوامها يمشي في الكيسه بس اتقل من دي شويه، دي قوامها اخف شويه لان انا ما زودتهاش دقيق تاني فقوامها اخف، انما دي قوامها تقيل شويه اللي هو قوام المكن، انما دي تمشي الاثنين قوامها خفيف. بصوا دي عامله ازاي، تحسيها اخف من دي، انما دي لا تقيله شويه تمام. يبقى انت كده شفتي العجينتين وشفتي انه اللي تمشي كده وانه اللي تمشي كده، تعالوا بقى نشتغل على طول فيهم. البتيفور ما بيتسابش يتركن، بتجيبي الصواني بتاعتك وتبداي ان انت تشتغلي على طول. عايزه اقول لك ان بقى من الكيلو الكميه دي حوالي يعني 3 معالق كبار، يعني حوالي نص كوبايه من الدقيق، يعني اخد معايا الاجمالي 7 كوبايات ونص كده. حطيت العجينه، ببدا ان انا ادوس كده بالمكنه وانزل، ثواني بس اظبط المكنه، بعمل كده وبدوس. هنا بختار رقم 2 علشان ايه تبقى عريضه معايا، تختاري بقى الشكل اللي انت عايزاه. بصوا بنزلت معايا العجينه بكل سهوله ازاي، اهي شايفين. هعمل بقى كل الكميه وارجع لكم نشوف بقى طريقه التسويه. شايفين كده عملت شويه اشكال كده، عملت شكل زي ده وعملت طبعا الصاجه دي، طبعا ما كملتش بس انا هوريكم طريقه التسويه عشان انا هسوي على طول. هعمل ايه، هدخل الصاجه على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، ويستحسن كمان درجه حراره 150، كل ما الحراره كانت هاديه للبتفور كل ما يطلع مظبوط، بس انا عشان عندي الفرن مش هينفع اشغله على 150 هشغله على 180 على الرف الوسطاني، هدخلها هسوي من تحت الاول، بعد كده هشغل الشوايه ادي لون. هنا في بالشوكولاته هنا حطيت واحده بيضه عشان اعرف منها التسويه المظبوطه، عشان الشوكولاته في ناس ما بتعرفش تسويها، فالافضل ان انت كل ما تسوي شوكولاته تحطي واحده بيضه تمام. هدخل بقى البتيفور الفرن واخلص الكميه كلها واوريكم بقى الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين كده ده شكل بقى البتيفور بعد ما خلص، بصوا شكله حلو ازاي، بصوا شايفين المنظر، شايفين عامل ازاي، لونه حلو وشكله حلو، حاجه تحفه بجد. انت بقى احشي الحشوه اللي عايزاها، عايزه بقى تحشيه فراوله مربى، يعني مربى فراوله، تحشي شوكولاته زي ما انت حابه، يعني الحشوه بقى بتاعتك اعملي البدعه فيها. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، استنوني فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.